حراك ماراثوني يستبق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، يبدأ من أربيل وينتهي عند الحنانة. في أربيل يختتم وفد التيار الصدري اجتماعه مع الكرد، وفي الحنانة يبدأ اجتماع آخر بين محمد الحلبوسي ومقتدى الصدر، ومثله في بغداد بين خميس الخنجر وهادي العامري. احتدام الصراع داخل الكتل الشيعية والسنية الفاعلة في العملية السياسية دفع الكرد للنأي بنفسهم عن إحداث إرباك في آلية تشكيلة الحكومة الجديدة. لسنا مع أحد ضد أحد، يقول الحزب الديمقراطي الكردستاني. اجتماعنا مع وفد التيار الصدري لبحث آلية تشكيل الحكومة، لسنا مع أحد ضد أحد، نريد شراكة حقيقية في الحكومة الجديدة، وموقفنا مرهون بمخرجات المباحثات الداخلية للشيعة والسنة. وقوف الكرد على بعد خطوة واحدة مع الكتل السياسية قد لا يحسم المشهد. يرهن الكرد موقفهم بالتوافق الداخلي للسنة والشيعة كشركاء في العملية السياسية. وعقدة المشهد داخل البيت السني والشيعي والصراع الدائري بينهما تكمن في إصرار التيار الصدري على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وهو ما يعني إبعاد الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات عن المشهد، وهذا ما يرفضه الأخير. أما عند السنة فتكمن في صراع بدا واضحا بين تحالفي عزم وتقدم، يقترب الأول من الإطار التنسيقي والأخير من الصدر، يسعى كلاهما للظفر بمنصب رئيس مجلس النواب. العراق لا يحتمل هزة جديدة، هناك انقسامات، وأي هزة جديدة للأسف ستحدث بالعراق بالتأكيد ستذهب باتجاه السلاح المنفلت وكافة الأطراف الإرهابية. يبحث أقطاب العملية السياسية في بغداد عن مصالح تمكنه من الوصول لمصدر القرار، ويبحث الكرد عن قوة سياسية تطبق ما نص عليه الدستور ليكون حليفا لهم.